استدعت الأردن السفير الإيراني لدى عمان احتجاجاً على التصريحات الإيرانية باعتبارها تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للمملكة. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ترفض التصريحات التي نشرتها وسائل أعلام رسمية إيرانية في الأيام الماضية، وحملت تحذيراً من أن الأردن سيكون الهدف التالي في حال تعاونها مع إسرائيل في مواجهة إيران.